الليلة قصة جديدة ودرس جديد. اليوم غادي نحكي لكم قصة لسيدة من أعظم السيدات واللي تعرفها الكبير وحتى الصغير، قصة السيدة مريم عليه السلام. في حلقة الليلة غادي نعرفوا كل موقع لها وكيفاش جات لهذه الدنيا ولما نفخ الله فيها روح سيدنا عيسى عليه السلام، وشنو وقع لها من صعاب لواجهات والمشاكل وانتقادات الناس. فما تمشيو فين وبقوا معي باش تتبعوا أحداث قصتنا الليلة. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلام لي، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. في الحلقه نتاع ذكرى المولد النبوي كنت وعدتكم باش نوريكم الكتاب نتاع السيره النبويه اللي تنقرا ونسيت، دونك اعذروني وانا غادي نوريه لكم دابا. المهم اللي بغى يقرا السيره الذاتيه نتاع سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، نور اليقين في سيره سيد المرسلين نتاع محمد الخضري. ودابا بغيت نقول لكم شكرا على رسائلكم اللي مغرقاني في الحب والكلام الراقي اللي كتقولوا في حقي، والله العظيم ما عرفش فين نحطكم بهذا الكلام. فاللهم اجعلني احسن مما تظنون واغفر لي ما لا تعلمون، وتاكدوا بلي انه هذا الشيء اللي كنقدم لكم اي واحد مني يقدر يعاودو، غير هو كله الطريقه ديالو الخاصه. فاذا كنتي جديد على القناه نقول لك مرحبا بك، واذا كنتي من الدار فالدار دارك. ما تنساش انك تفعل داك جرس القناه باش كيف نحط الفيديو يوصلك انت الاول، وكيف العاده ما تنساونيش بلايك. ودابا غادي نقول لكم لنبدأ. اعطوني وديناتكم واجيو تسمعوا من بداية البدايات. امرأة عمران ما ذكرش مولانا اسمها في القرآن، حيتاش القضية هنا ماشي في الاسم، حيتاش مولانا ما بغاكش باش تركز عليه، ولكن يقال بلي انه كان اسمها حمنة. ودليل على هذا انه مولانا قال واذ قالت امرأة عمران، ما ذكرش الاسم ديالها ولكن ذكر الصفات اللي جات بهم هاد المرأة. فالجد والجدة غادي يولدوا واحد البنت اللي سميتها نيشاء، اللي كانت البنت الكبرى ديالهم واللي هي اللي تزوجات بسيدنا زكريا. من بعد هاد الجدة حمنة غادي تولد بنت واحدة اخرى اللي سمتها مريم، ومريم هي اللي ولدت عيسى. فكان واحد التاريخ عظيم ونسل طويل. وطبعا الجد هو سليمان، وجد الجد هو داود، وابن خالة عيسى هو يحيى واللي هو ولد سيدنا زكريا. انفهمكم باش ما تلفوش، فالاباء كبروا اللي هما سيدنا زكريا قال ربي اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبه. مراته كانت عقيم اللي هي زوجة زكريا واللي هي بنت عمران واللي الام ديالها حمنة، يعني الام ديالها كانت كبيرة في السن. كانوا جالسين في فلسطين. ديك الوقت الرومان سيطروا على بيت المقدس ولات الديانة الوثنية، وانتشر واحد النوع من الظلم والاستبداد، ولاو الناس كيخافوا وتحد ما كيقدر يقول شي حاجة على الدين، لدرجة أنه من أسلم أو لا غادي يقول غير أنا مسلم كانوا تيحطوه في واحد الساحة كبيرة اللي بقى ليومنا هذا في روما، واللي ولات واحد المعلم تاريخي اللي في وسط منها كانوا كيحطوا فيها الأسود والوحوش وتيطلقوهم على ذاك الإنسان باش ياكلوه. كانوا الناس في واحد الحالة ما كاين اللي يعلم بها من غير الله. هنا جا التفكير ديال هاد المرأة العجوز اللي هي حمنة، تقول مع راسها كيفاش الناس في هاد الظلم والاستبداد وما كاينش شي حد اللي يقدر يعلن التوحيد ولا يدل الناس على رب العالمين، وهذا الشيء راه خطير. قالت مع راسها انا غادي نتحرك. فشنو غادي دير في نظركم؟ غادي تمشي عند راجلها عمران وقالت ليه عندي واحد الرأي بغيت نشاورك فيه. هي اصلا عندها بنتها عجوز وعقيم، ورجل بنتها كان شيب اللي هو سيدنا زكريا. قالت لراجلها عمران اشنو بان ليك نجيبو انا وياك ولد؟ قال لها كيفاش نولد ولد وحنا شارفين؟ بنتك وراجلها زكريا شابوا ما عندهمش الولاد. قالت ليه مولانا قادر على كل شيء، انا ما بغيتش الولد ما كيهمنيش، انا بغيت شي شخص ياتي يحمل الحق وينشره في الناس. شفتوا على هم قداش هو الزات، ومراه عجوز من الفوق. فبقوت ما شافت الدنيا انتشر فيها الفساد والناس خلاو التوحيد، اقترحت على زوجها عمران انهم يجيبوا واحد الولد يربيوه تربيه لي جاده لعل الله يجعله سبب في صلاح الامه في صلاح بني اسرائيل. قال لها شنو بغيتي نديرو؟ المهم هي ناضت كدعي مولانا يا ربي ترزقني بولد، وهي جالسه كدعي غادي يدوز عليها واحد الطائر، وهو جلس سيوكل واحد الفرخه ديالو، فحنت حمنه وشدات في الكرش ديالها، وهي تقول يا رب ارزقني ولدا كيف ما رزقتي هذا الطير. نعسات مع الزوج ديالها شويه، بدات كتحرك ليها كرشها وحسات بلي انه هي حامله. استجب ليها مولانا. نتوقف واحد ثواني هنا غير باش نتدبروا هذا الشيء اللي وقع. هذه رساله قويه لكل انسانه تاخر الحمل ديالها. ما تنساوش انكم تدقوا باب ربي ويكون الالحاح في الدعاء. في نظركم ابواب السماء باش كتفتح ليك؟ تيقول ليك المفاتيح ديالها هو الدعاء، واذا تاخرت الدعوه ديالك فهي لحكمه لا يعلمها الا هو، واذا تلغات او لا ما تستجب فهذا بسبب الداعي، حيت مولانا تيقول لك ادعوني استجب لكم. حتى حاجه ما على مولانا صعيبه. المهم نرجعوا لقصتنا. زوجة عمران دعات بواحد الصدق اللي هو غريب، قالت يا ربي انا بغيت ولد ماشي لنفسي ولا نستمتع به كيف ما كيستمتعوا الناس بهم، ولا يكون تزيينه، انا بغيته في قضيه امه في مستقبل التغيير. والمعجزه كانت هنا انها حملت. لما عرفت راسها بلي انها حامله قالت يا ربي اني نذرت لك ما في بطني محرره، وهي ما عرفاش الجنس
ومحررة في الآية معناها خالصا، زعما عبد لك فقط وخادما لك. وهي تقول ربي وتقبل مني إنك سميع عليم، وطلبت من مولانا باش يجعلو ذكر. لما جا وقت الولادة ضرتها كرشها وجهها المخاض ولدت. شنو كان الجنس؟ بنت. قالت ربي إني وضعتها أنثى، أنا بغيت ذكر وليس الذكر كالأنثى. وهنا ما كانش اعتراض على الله من جهتها، أو لا سخطات على القدر، أو لا احتقرات الأنثى، لا، هي كتقول بلي أنه مهمات نتاع الذكر كتكون أقوى. فالمرأة تحترم وتكرم وفوق كل شيء في الشريعة الإسلامية وحتى في جميع شرائع الأديان اللي دازت، ولكن بالعدل ماشي بالمساواة. باش نفهموا أكثر، بحال مثلا الرجل لما كيمشي كيعتمر وكيسالي كيقرع راسه، ولكن المرأة لا، حفاظا على زينتها غير كتنقص منه. المرأة كتلبس الذهب والحرير، ولكن حرام على الرجل. الرجل ما يمكنش ينقش بالحنة، ولكن يجوز يديرها إذا احتاجها كعلاج، ولكن المرأة ديرها وهي منقوشة. المرأة إذا ماتت كتكفن بخمسة ديال الأكفان حفاظا على الستر ديالها. أما الرجل غير زوج. المرأة ما كتأذنش، المرأة ما كتخطبش نهار الجمعة، وأمثلة عديدة. وهذا هو المعنى ديال وليس الذكر كالأنثى. نرجع لقصتنا، لما ولدت زوجة عمران وبنت لها بلي أنه بنت، قالت وإني سميتها مريم، ما جانيش ولد وكنت بغيته هو اللي يخدم ويصلح الحال اللي كاين في بني إسرائيل، ولكن رزقها مولانا بأنثى. وخا هكاك ما غيرتش النية ديالتها اللي كانت ناويها في الأول. وهنا مولانا تيبرهن لزوجة عمران بلي الانتصار ماشي فقط على يد الذكور، ولكن حتى على يد الإناث. أن المرأة قادرة باش تكون صالحة مصلحة مؤثرة في مجتمعها، لا ماشي المؤثرات نتاع إنستغرام. كأن مولانا تيقول لها يا امرأة عمران، احنا ما عطيناكش الولد ولكن عطيناك بنات، وكل بنت جابت لك حفيد. مريم جابت لك عيسى، اختها جابت لك يحيى، وبيهم غادي يصلح مولانا الارض. واني سميتها مريم، سميتها خادمة المسجد وعابدة في بيت المقدس. ومن بعد قالت واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. والمعلومة فيت لي قلتها لكم على ما اظن، انه اي مولود كيتولد كيضربوا الشيطان في البطن ديالو وتبدأ يغوت، إلا مريم والابن ديالها خرجوا من بطن أميهما ما بكوش وما جاهمش الشيطان. ولكن يقال بأنه حاول الشيطان، ولكن كان بينه وبينهم حجاب من مولانا، فتقبلها الله بقبول حسن وأنبتها نبتا حسن. غيموت باها اللي هو عمران والتي تيما، ولكن هاد اليتم ما هرسهاش، بالعكس كانت عندها قوة وعزيمة. وهنا بدأوا كيقلبوا على شكون يتكفلها. لما جا زكريا غيختصم عليها كل من كان خدام في بيت المقدس، وبدأوا كيدابزوا كل واحد تيقول أنا غنتكفل بها، لا انا لا انا. قالوا غادي نديروا واحد القرعه، فكبار بيت المقدس قالوا كل واحد غادي يلوح واحد القلم على حافه النار، واخر قلم غادي يثبت وهو اللي غيتكفل بمريم. هذا كيمشي للقلم ديالو هنا، هذا كيمشي للقلم ديالو هنا، حتى جات نوبت سيدنا زكريا لاحو ووقف. غادي يعاود القرعه 3 مرات، وكانت كتكون النتيجه نفسها على زكريا، فكفلها زكريا، تكفل بها بالتربيه بالحب بالحنان بالعمل الصالح وبكل حاجة كتنفعها. وكان كل مرة تيجي كيطلع لها زكريا تلقاها كتصلي في المحراب ديالها واللي هو مكان العبادة، ويقال لأنه سمي محرابا حيتاش كانت كتحارب الشيطان فيه، وعندها درع وحماية وقوة في محاربة الشيطان. كل ما دخل عليها سيدنا زكريا المحراب وجد عندها رزقة، تيقولوا بأنه الرزق الموجود عندها هو فاكهة ديال الشتا في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، وعندها أفضل المأكولات. تيقول لها سيدنا زكريا انا اللي تكفلت بك وانا اللي تنجيب لك الماكله، منين جاك هذا الشيء؟ قال لها ان لك هذا. قالت ليه هو من عند الله. ويا على كلام، وهي عندها انا ذاك ما بين 15-17 سنه، اش هاد الحكمه؟ في هاد السن مريم كانت عندها واحد العاطفه وحب، وهذه فطره اللي خلقها مولانا فينا احنا كاناث اللي كتكون اكثر من الذكور، واللي كتكون هايجه في هاد الفتره ما بين 15-22 سنه. داكشي باش كنتلاقاو شحال من بنت مراهقه كتصرفها بالغلط، حيتاش ما كاينش اللي كيحتضنها في ديك الوقت. اما عن سيدتنا مريم لما حسات بها هاد العاطفه، ها كيفاش صرفتها؟ الامر الاول كان عندها في كثره العباده، بدات كتصلي وكانت من القانتين. والامر الثاني فرغت هذا الحب في اعمال تطوعيه خيريه، وكان عن طريق انها خدمات بيت المقدس، وها هي ولات واجده. فجاه وهي كتعبد غادي يجيها ملك، ارسل لها مولانا جبريل اللي كان على هيئه رجل، شافته وقالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. خافت وهو يقول لها انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا، انا مرسل من السماء انا ملك. قالت لي كيفاش يجيني ولد ونحمل وانا اصلا ما تزوجش؟ قالت ان يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. شوية غادي تحرك الطفل في كرشها، ف
فحاملت فانتبذت به مكانا قصيا. خافت ومشات بعيد ليمشيو يتهموها في العرض ديالها. واحد النهار غادي تلقى بام يحيى اللي هي اختها وكانت حتى هي حملت في نفس وقتها، ويحيى وابن زكريا. قالت لها سيدتنا مريم يا اختي انت حامل؟ قالت لها نعم. فقالت ام يحيى حتى انت يا مريم؟ قالت لها نعم. فقالت ام يحيى اني ارى ما في بطني يسجد لما في بطنك تعظيما وتشريفا. وعنقتها وبداو تيبكي. اما زكريا فهاد الوقت شك في الامر. مريم العذراء واللي انتشر صيتها عند الناس العفيفه الطاهره حملات، الله اكبر شاد شي وقع. واحد النهار غادي يمشي عندها، جلس حداها وبدا يلمح ليها يا مريم أيكون زرع بدون بذر؟ قالت لي نعم. فمن خلق الزرع الأول؟ فهمت شنو بغى يقصد وجاوبته بصدق. قال لها أيكون ولد من غير أب؟ قالت لي نعم. إن الله خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى. وقال لها أخبريني خبرك يا مريم زعم بهذا الحمل. قالت لي إن الله بشرني بكلمة منه اسمه المسيح. المهم دازت 9 شهور وبدات كتحس بألم الولادة، ألم المخاض الذي لا يعلم به إلا الله. وداكشي باش جعل مولانا حق الأم 3، حق حملها وحق ألم مخاضها والتعب الولادة وحق التربية ديالها. مريم مسكينة عذراء وعندها 17 سنة وحملات من غير أب، مصيبة بالنسبة لها وما عرفاش شنو النتائج. طاهرة وعفيفة وصاحبة عبادة ومحرام وتحمل في وسط مجتمع ما تيرحمش. لما جاها المخاض من تحت واحد النخلة شدت في راسها وبدات كتبكي وكتشكي وولدات، وبدات كتشوفه هي كتقول يا ليتني مت قبلها وكنت نسيا منسيا، الناس شنو غادي يقولوا؟ فناداها من تحتها شكون؟ هنا اختلف العلماء، كاين اللي تيقول ناداها ابنها عيسى، وقيل بلي انه ناداها الملك حيتاش كانت على ربوة زعما واحد المكان اللي هو مرتفع، والملك عيط لها من تحت احتراما لها. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، زعما دوز من تحت منها واحد النبع. قيل بلي انه عين سبحان الله مولانا خرجها، وقيل بلي انها نهرك اللي كتمشي من تحتها. وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، نخلة قداش نايا ما يقدرش يحركوها حتى 10 ديال الرجال، ولكن مولانا عطاها سبب باش يصيفط لها الرزق ديالها. فكولي واشربي وقري عينا، زعما شوفي عيسى شحال زوين جملوا مولانا. وهنا عيسى بدا تيكلمها، تيقولوا العلماء انه الكلام ديالو هنا جا تمهيد باش اذا مشات عند الاهل ديالها والقوم ديالها ما تفاجئش وتخلع وتلف. المهم سيدتنا مريم بدات كتشوف في عيسى وهي كتحس بالحرج، والملك تيكلمها يا مريم اركعي واسجدي واقنتي لربك. ربي عطاها القوه والقدره وهزت ولدها ودخلت على الناس. لما وصلت عندهم مباشره غيبداو يقولوا لها يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك باغيه، كيفاش درتي هذا الشيء ومشيتي وغبرتي هذا الوقت وجيتي بهذا الولد؟ وما تنساوش بلي انه هي كلمها من قبل عيسى وعرفات بلي انها معجزه. لما بداو تعاتبوها كان عيسى بين يديها وهي تنعت لهم فيه، فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيه؟ شوفوا الجواب ديال عيسى الايه المعجزه، غادي ينطق وغادي يقول لهم اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا. وهنا ما كانش جواب ليهم ولكن للأم ديالو مريم لكي يطمئنها عليه. وجعلني مباركا أينما كنت، زعما ما تخافيش ربي غادي يبارك لي في داكشي اللي غيعطيني. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حية، زعما معراجك للسماء هو صلاتك، واللي ما تيصليش فهو منقطع على السماء، والصلة اللي بينك وبين مولانا هي الصلاة ديالك، إذا قطعتيها قطعك مولانا وإذا خليتيها خلاك. الركن الوحيد في الإسلام الأركان 5 اللي شرع لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج في السماء، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. عيسى عبد لله وهو اللي تيقولها، وبدات يشوفوا في بعضهم. وفي الاخير في القصه الاولى فاش حكيت لكم على سيدتنا مريم كنت قلت لكم بلي انها توفات قبل سيدنا عيسى، فبحثت كثير في هذا الموضوع ولقيت والمشهور بلي انه عيسى رفع قبل وفاه مريم عليه السلام. واخا ما كاينش دليل على هذا حيتاش من بعد في الحديث ركز على عيسى والدعوه ديالو حتى رفعوا مولانا وما ذكروش شنو وقع من بعد، ولكن مشهور عند النصارى انه مريم عاشت من بعد عيسى والله اعلم. فتا حاجه ما ثبتت في هذا الباب وهذا كيبقى قوس مفتوح. وخلاصه القصه شنو هي في نظركم؟ انه ام سيدتنا مريم كانت كتمنى ولد باش تنصر به الدين، ورزقها الله بنت، وهاد البنت رزقها الله بولد اللي هو عيسى. والرومان غادي يهتدوا للمسيحيه من بعد 300 سنه ودخلوا في التوحيد وامنوا على يد عيسى. ببساطه المرحله اللي كانت فيها الجده حمنه اللي هي جده عيسى وتمنات ولد وجاتها مريم ما كانتش مرحله مهيئه. وختاما والمستفاد من هاد القصه يا ريت نربي ولادنا على انه أولدي مولانا راه تيشوفك
وتيعرف فاش كتفكر وشنو بغيتي لداخل ديالك. نربيوهم على انه مولانا تيراقبهم باش حتى هو فاش يكبر يكون حريص في انه ما يرتكبش المعاصي. نربيوهم باللي انه الخير اللي كيعيشوا فيه هو من عند الله، واخا تكون انت اللي جبتيه يكون احسن اذا نسبتيه لمن عطاه لك. وفي الاخير الله يعيننا اننا نربي ولادنا بهذا المنهج، زائد كل واحد تيفكر في المستقبل ديالو. وانا منكم نكونوا صادقين مع مولانا ونوطدوا علاقتنا به، وهو ما غاديش يخلينا وغادي يجيب لنا الارزاق بحال الشتا. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بعد مرات يكون الرزق هو الراحه والطمانينه، كيكون الرزق هو العبودية، وهذا هو أعظم رزق أنك تعيش مع الله. تبكي بسبب خشية الله وهذا رزق، حيتاش كاين اللي عينيه ناشفين وما كيتحرك فيه حتى شي ساكن فاش كتذكر ليه مولانا. فالرزق ما كيتحصرش في المال والمسكن والمشرب، ولكن أكثر من هذا وأعمق من هذا. وحاليا أنا وانت وحنا كاملين عايشين وسط أرزاق ما حاسينش بهم وما كندبروهمش. نضوا البال لهاد القضية. كنتمنى حلقة اليوم أنها تكون نالت إعجابكم. ما تنسوا تشاركوها مع أحبابكم وأصدقائكم. دمتم في رعاية الله وحفظه. تلقوا في مقارب. سلام سلام.